حبيت اليوم احكيكم عن فوائد الرضاعة الطبيعية عند الطفل. نحن كأطباء أطفال بنعرف إنه الحليب الأم هو المصدر المثالي للعناصر الغذائية اللي بتأمن نمو الطفل وتطوره على المدى الطويل. كمان نحن بنعرف كتير منيح إنه الرضاعة الطبيعية بتعزز جهاز المناعة وبتساعد الطفل لتحميه من الميكروبات ومن الإصابة بالالتهابات. حليب الأم هو معقم، الكلفة جدا مثالية مقارنة بالحليب الاصطناعي، ونحن نعرف أنه كل ما استعملنا رضاعة طبيعية الجهاز الهضمي بيكون مرتاح، وهذا الشيء بيساعد بالتخفيف من اضطراباته اللي هي مصدر إزعاج كبير للأطفال، وبنفس الوقت كمان هي مصدر قلق للأهل على المدى الطويل. كتير دراسات علمية أثبتت أنه الرضاعة الطبيعية بتخفف من احتمال الإصابة بالحساسية وبالربو. كمان علمياً نعرف أنه الرضاعة الطبيعية بتخفف مستقبلاً الإصابة بالبدانة، وبالتالي أمراض السكري، ارتفاع ضغط الدم والقلب. بحب ألفت النظر أنه الرضاعة الطبيعية بتعزز النمو الذهني عند الأطفال، وهي بتزيد من نسبة الذكاء تقريباً 8%. وأخيراً بحب ألفت نظر الأهل أنه الرضاعة الطبيعية حالياً هي كتير كلفتها قليلة مقارنة بالحليب الاصطناعي، ونحن هون عم نحكي عن حليب جداً سهل الهضم ومعقم بدون ما نفوت بمخاطر الالتهابات. وشكراً.